لو موسيماني فضل موجود مع الفريق لحد الموسم المقبل انا كده كده همشي من النادي الاهلي. ده كان كلام مهاجم النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر محمد شريف، وده الخبر الاول معانا، وهكلمكم عن المفاوضات الجاده اللي حصلت بينه وما بين نادي النصر السعودي. الخبر الثاني وهو قصه انسحاب النادي الاهلي من دوري ابطال افريقيا، وده كلام طبعا الاعلامي احمد شوبير مذيع قناه اون تايم سبورتس والحارس الاهلي ومنتخب مصر السابق. هنتكلم ايضا عن تصريح كابتن خالد الغندور عن الاهلي والزمالك في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي، وهنتكلم عن مهند لاشين لاعب نادي طلائع الجيش ونجم منتخب مصر اللي رفض النادي الاهلي وخلاص رحب جدا جدا بالانتقال الى الفريق الابيض نادي الزمالك، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. وقبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه جدا من حلقات برنامجكم ملعب القاضي اللي دايما بيبذل قصارى جهده علشان يجيب لكم كل الاخبار اول باول. وقبل اي تفاصيل طبعا يا ريت الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده، واهم حاجه طبعا في القصه دي انك تعمل لايك. ويلا بينا سريعا كده نروح نبدا بموضوع محمد شريف. في الاول، محمد شريف يا سيدي باختصار كده في مفاوضات شغاله بينه وما بين النصر السعودي، في مفاوضات شغالة بينه وما بين النصر السعودي. طيب خلاص الموضوع على وشك انه الموضوع على وشك انه هينتهي. ليه بقى؟ اقول لك انا ليه. اول حاجة لان المبلغ العرض اللي جاي، المبلغ المالي اللي محطوط في العرض ضعف المبلغ اللي بياخده في النادي الاهلي، ودي نقطة. النقطة الثانية وان اللاعب بيلعب اساسي وبيلعب مش اساسي، يعني اللاعب ما عجبوش على الاطلاق فكرة ان انا اقعد على الدكة. ما من الاخر كده لما يجي واحد زي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني معلش يعني ويقعد حد زي محمد شريف على الدكة، فالطبيعي جدا ان لاعب زي كده يبقى متضايق، لانه طبعا هو شايف نفسه مهاجم الاهلي الاول، وشاف نفسه ان هو في الموسم اللي فات كان هداف النادي الاهلي، وشاف نفسه حاجات كتير جدا في النادي الاهلي. وبالفعل محمد شريف من افضل مهاجمين مصر، بل ما كانش اول واحد، يعني في ناس مقتنعه ان محمد شريف هو مهاجم مصري الاول، وناس ثانيه بتقول مصطفى محمد، ولكن في الاول وفي الاخر كلهم مصريين. وفي الاول وفي الاخر نتمنى ان يكون عندنا مهاجم واثنين وثلاثه بمثابه مصطفى محمد وايضا محمد شريف، ويكون افضل كمان من محمد شريف، فده شيء يسعدنا على الاطلاق. ولكن محمد شريف دلوقتي المشكله اللي حاصله والمصدر اللي اتكلم في نقطه ان محمد شريف متضايق جدا 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 من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، وبيقول كده المصدر لو المدرب هيفضل مكمل، لو المدرب هيفضل مكمل مع الفريق اعتبروني خارج الفريق، وبالفعل شغال في مفاوضات رسمية مع نادي النصر السعودي. في حالة لو موسيماني خلاص هيكمل مع الفريق اعتبر محمد شريف خارج النادي الاهلي، وده كلام المصدر اللي اصلا يعني عايز اقول لك مقرب جدا من محمد شريف لاعب النادي الاهلي. ولكن طبعا في الاول وفي الاخر مفيش حاجه اساسيه، في الاول وفي الاخر مفيش اي حاجه اساسيه على الاطلاق، دي مجرد عروض. وعلى فكره محمد شريف من الموسم اللي فات بيجي له عروض ملهاش حدود، وعلى فكره كمان النصر السعودي مركز مع لاعيبه الدوري المصري بشكل غريب، حاطط عينه دايما على لعيبه الزمالك وعلى لعيبه الاهلي وعلى ايضا لعيبه بيراميدز، ومتمسك جدا باكتر من صفقه عايز ياخدها. ولكن معظم الصفقات فيها اللي خلاص بيبقى على وشك الانتهاء، والموضوع النادي بيحل مع اللاعب واللاعب خلاص يكمل في النادي بتاعه، وحاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا من هذا القبيل. ولكن اي جديد هتلاقوه هنا على قناتي. نيجي بقى ننتقل للخبر الثاني وهو قصه انسحاب المارد الاحمر من دوري ابطال افريقيا النسخة الثالثة على التوالي اللي يوصل فيها للنهائي، وطبعا نقدر نقول كده ان النادي الاهلي نسبته في الحصول على النسخة دي يعني قوية جدا جدا جدا، ولكن في مشكلة كبيرة جدا 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 ايضا بتواجه النادي الاهلي، وهو مش عايز يلعب النهائي في المغرب، ودي طبعا المشكله اللي حاصله، واكيد حضراتكم فاهمين وشايفين حاجه زي كده. فطبعا الاعلامي احمد شبير مذيع اون تايم سبورتس وحارس الاهلي السابق اتكلم وقال ان ده يعتبر محور اساسي هيتعرض في حاله خلاص حسم الامر، وفي حاله ان النهائي بالفعل هيتلعب في المغرب، فطبعا هيكون قصة انسحاب النادي الاهلي ده هيكون حل، وده هيكون عرض يعني هيعرضوا الامر ده على طبعا المسؤولين، وهيقولوا لهم لا خلاص ما دام النهائي كده كده احنا مش عايزينه يتلعب في المغرب، وانتوا يعني موافقين جدا على انه يتلعب في المغرب، فخلاص اعذرونا احنا هننسحب. هيبقى ده يعني محور كلام بمعنى اصح في الحوار اللي هيدور، ولكن طبعا دي حاجه بعيده كل البعد عن الفكره من اساسها، ولكن نتمنى كل التوفيق للمنتخب للنادي الاهلي. ممثل مصر، ممثل
مصر. انا ما بشجعش ولا اهلي ولا زمالك، ولكن في الاول وفي الاخر لو الزمالك بيلعب في دوري ابطال افريقيا او بيلاعب اي نادي حتى لو ماتش ودي بره مصر هشجعه وهقف جنبه وهسانده، والاهلي نفس الكلام. فواجب علينا ان احنا دلوقتي كلنا نقف جنب النادي الاهلي ونشجع النادي الاهلي في مشواره الافريقي. كل التوفيق للنادي الاهلي مره تانية. نيجي بقى لموضوع كابتن خالد الغندور وتصريحاته اللي دايما مثيره للجدل. سؤال كابتن خالد الغندور، لو الاهلي او الزمالك بيلعبوا في الدوري الانجليزي او الاسباني، يا ترى هيكون ترتيبهم ايه وترتيبهم كام في جدول ترتيب الدوري اذا كان الاسباني او الانجليزي؟ طبعا السؤال ده حضراتكم هتجاوبوا عليه دلوقتي، يعني انا عايز حضراتكم دلوقتي تجاوبوا على سؤال كابتن خالد الغندور نجم الزمالك السابق ومذيع برنامج زملكاوي على قناه الزمالك. تحب تقولوا له ايه؟ قولوا ده في التعليقات واكتبوه كمان. اما انا بقول لك فطبعا مفيش وجه مقارنه على الاطلاق، مع احترامي الشديد جدا 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 لكل لاعبي مصر اذا كانوا في الاهلي او في الزمالك، انا من وجهه نظري مفيش وجه مقارنه وما ينفعش ان احنا ندخل اصلا في حوار على الاطلاق في مقارنه ما بين الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي والدوري المصري او لاعبي، يعني عايز اقول لعيبه مصر، ولكن نقول نتمنى ان في لعيبه في مصر توصل لمرحله مهمه جدا. طبعا احنا دلوقتي محمد صلاح بالنسبه لنا حاجه قيمه جدا 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 علشان ثابت وجوده في مكان زي ده، لكن هل مقارنه بلعيبه ثانيه مصريه زي محمد صلاح ينفع تثبت وجودها في مكان زي ده؟ بالطبع لا، وبالطبع صعب جدا، مع ان عندنا الكوادر بس احنا اللي بنموتها بايدينا. فما دام احنا بنموتها بايدينا يبقى ما نقارنش اصلا حاجه زي كده على الاطلاق، لان الفرق كبير جدا 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 ما بين الكوره هنا والكوره هناك. هنا كوره وهنا مش كوره خالص، يعني احنا هنا بنلعب حاجه كده عاديه بس ما اسمهاش كره قدم، يعني مقارنه بكره القدم اللي بيلعبوها هم هناك، لا احنا هنا بنلعب كوره بس مش كره قدم، بنلعب اي كوره وخلاص، المهم ان احنا بنلعب كوره وبيقولوا اسمها كوره وبنحصل على بطولات وفيها فلوس والكلام ده كله فقط لا غير. يا راجل ده انت هناك ال1 2 في ثانيه، عارف يعني لما تعمل انت عارف يعني تبدا هجمه في ثانيه، انت عارف يعني تعمل كونتر اتاك في ثانيه. يعني انا هسكت احسن، مش هتكلم كتير في الموضوع ده، ولكن ده كان تصريح كابتن خالد الغندور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بيه فيسبوك. اما بقى عن مهند لاشين وقصته مع نادي الزمالك او النادي الاهلي اللي معظم الناس بتتكلم وبتقول النادي الاهلي اصلا ما فاوضوش، اقول لك النادي الاهلي اصلا بيتفاوض معاه من سنه فاتت، يعني النادي الاهلي اصلا شغال في مفاوضات معاه من قبل ما كيروش ياخده. اللي انتم ما تفهموش، من قبل ما كيروش ياخده في المنتخب المصري هو اصلا النادي الاهلي كان شغال في مفاوضات، والزمالك نفس الكلام، ومن سنه فاتت نادي الزمالك كانوا بيقولوا ان نادي الزمالك عايز ياخد اللاعب ده، والنادي الزمالك كمان حصل على توقيع اللاعب ده. على فكره الكلام ده اتقال فعلا ومن مصادر اساسيه في نادي الزمالك، ولكن في الاول وفي الاخر طبعا هو رحب جدا جدا بالانتقال الى نادي الزمالك، وطبعا رفض عرض النادي الاهلي، مع ان النادي الاهلي رفع العرض بتاعه، رفع المبلغ المالي اللي كان عرضه عليه جزء تاني من الفلوس، ولكن في الاول وفي الاخر دي حريه لاعب وراحه نفسيه، في لاعب حابب يلعب في الاهلي وفي لاعب تاني شايف نفسه في الزمالك. وطبعا مهند لاشين بلا استثناء معظم الناس هتتكلم في فكره ان هو هيكون صالح في نادي الزمالك اكتر من انه هيكون موجود في النادي الاهلي، او اكتر من انه هيكون صالح في النادي الاهلي. ده كان الفيديو باختصار، طبعا اتمنى راي حضراتكم في التعليقات والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو ده.